ادعى الألوهية وحرم أكل الملوخية. كان سفاحا عاشقا للدماء مهووسا إلى أبعد الحدود، حتى أنه تجرأ على مراقد أهل بيت رسول الله وقرر نقلهم هم وجسد النبي الشريف من المدينة المنورة إلى مصر، لولا تدخل السماء ومنعها ذلك الجنون بمعجزة ربانية. ولم يكتفي بهذا بل وفعل بالأقباط الأفاعيل. فتعالوا معي لتتعرفوا على قصة الحاكم بأمر الله وأغرب قراراته. هو المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن عبيد الله المهدي سادس حكام الدولة الفاطمية، والذي تميز حكمه بإصدار قوانين شاذة كتحريمه أكل الملوخية، وأمر الناس بالعمل ليلا والراحة في النهار، وكان يسفك الدماء بصورة غير مبررة، وهدم الكنائس وأكبر النصارى على دخول الحمامات بالأجراس لتميزهم عن المسلمين. لم يكتف الحاكم بأمر الله بعجيب التصرفات، بل ادعى الألوهية ومعرفته بالغيب. وهناك مخطوط اسمه رسائل الحاكم بأمر الله والقائمين بدعوته، بينما يدعيه الحاكم من صفات الألوهية. وذكر الكتاب أن نادى بألوهيته وفد من دعاة المذهب الإسماعيلي قادم إلى مصر، وعلى رأسهم محمد بن إسماعيل الدرزي وحمزة بن علي الفارسي. فراقت للحاكم بأمر الله فكرة التأليه، واعتقد تجسد الإله في شخصه، وأعلنت الدعوة بتأليهه سنة 408 هجريا، واتخذ بيتا في جبل المقطم، وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين به، فاكتتب فيه من أهل القاهرة 17,000 كلهم يخشون بطشة. وتحول لقبه في هذه الفترة على الأرجح من الحاكم بأمر الله إلى الحاكم بأمره، وصار قوم من الجهلة إذا رأوه قالوا: يا واحدنا يا واحدنا يا محيي ويا مميت. عارض المصريون وهم من أهل السنة فكرة حلول الله في الحاكم وتأليهه، ونقموا على الدعاة الفرس الذين أخذوا يبشرون بدعوتهم الإلحادية الجريئة، فقضوا على محمد بن إسماعيل الدرزي، واختفى حمزة الفارسي، ثم ظهر مع أتباعه في بلاد الشام، ونقم الحاكم على المصريين لتخلصهم من داعيته فأشعل مدينة الفسطاط. ويذكر المؤرخ الإسلامي السمهودي في كتابه: أراد الحاكم بأمر الله نقل أجساد آل البيت إلى مصر، وكلف بذلك أبا الفتوح الحسن بن جعفر، فلم يوفق بعد أن جاءت ريح شديدة تدحرجت من قوتها الإبل والخيل، ومات معها خلق من الناس، فكانت رادعا لأبي الفتوح عن نبش الضريح، وانشرح صدره لذلك، واعتذر للحاكم بأمر الله بالريح، وحاول مرة أخرى وأرسل من ينبش ضريح النبي، فسكن دارا بجوار المسجد وحفر تحت الأرض، فرأى الناس أنوارا وسمع صائح يقول: أيها الناس، إن نبيكم ينبش، ففتش الناس فوجدوهم وقضوا عليهم. وتضيف الموسوعة أنه ظهرت من الحاكم تصرفات غريبة فيها تناقض عجيب، فكان يأمر بالشيء ثم يعاقب عليه، وكان يعلي مرتبة وزير ثم يتخلص منه، من ذلك أنه أعلى مرتبة وزيره برجوان ثم قضى عليه، وقلما مات وزير أو كبير في عهده قطع أنفه. وقد قضى على مأدبة أبا تميم سعيد الفارقي وهو يسامره في مجلسه، وفعل مثل ذلك في كثير غيره. وتقول موسوعة المعرفة: إنه المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله معد الفاطمي، حكم من سنة 996 إلى 1021 ميلادية. ولد في مصر وخالف والده في الحكم العزيز بالله نزار، وعمره 11 عام، وتولى الوصاية عليه أبو الفتوح برجوان الذي تنسب إليه حارة برجوان، ثم انفرد الحاكم بالسلطة وهو في 15 من عمره، وخطب له على منابر مصر والشام وإفريقيا. تختلف المصادر في تفصيل نهاية الحاكم، لكن كان هناك روايات كثيرة ترجح أنه كان ضحية مؤامرة دبرت ضده من أعدائه الكثيرين، انتهت بالقضاء عليه. وإن كان متواترا في الروايات السنية والقبطية التخلص منه على يد أخته ست الملك لأسباب شخصية. كذلك حاول الحاكم تغيير نظام الوراثة المعمول به كأصل من أصول المذهب الشيعي الإسماعيلي،
فالإمامة لابد أن تكون في نسل علي بن أبي طالب دون غيرهم، وأن تنتقل من الأب للابن، لأنهم كانوا يعتقدون أن للإمامة صفات وعلوم خاصة لابد أن تنتقل بالوراثة. وقد التزم الفاطميون منذ إنشاء دولتهم بهذا النظام، لكن الحاكم حاول مخالفة هذا المبدأ فأوصى بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس، وأخذ له البيعة على جميع رجال الدولة، ودعا له بمكة وأمر الناس بالسلام عليه بأن يقول السلام على ابن عم أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين، وأصدر أوامره بأن يضرب اسمه بجانب اسم الخليفة على العملة. ولم تؤدي محاولته هذه سوى لانقسام خطير انتهى بالقضاء عليه هو ابن عمه. الرواية الأشهر تقول إنه خرج كعادته في الليل على حماره إلى جبل المقطم ليتدبر في ملكوت الله ولم يعد، فأرسل الجند يقتفون أثره لعلهم يجدوه، فلم يعثروا إلا على عباءته الملطخة بالدماء. وتلت هذه الواقعة 4 سنوات، اعترف بعدها أحدهم بالقضاء على الحاكم بأمر الله.